مشاهدينا، لقاءاتنا متتالية ولقاءات اللي بيجمعنا مع أمان الجردي مسؤولة قسم الصعوبات التعلمية بالدي واي اس. اليوم بدنا نحكي إذا التيتا بتربي أحسن من الماما، هذا العنوان العريض تناقشه. تابعونا. أماني صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. دايما بمجتمعاتنا الخاصة شوي سبيسيال شوي التيتا بتنزع التيتا أنا هيك بس قريت العنوان أنه ليه لا هلا التيتا فيها تكون بتربي أحسن من الماما ببعض من في يكون عندها نظرة غير نضج يمكن بالتعاطي مع المواضيع exactly. أنا ما بدي أحكي، أنت لازم تحكي. هيدا المثل اللي نحن بنضلنا نقوله انه راح عند التيتا والجدو وهن اللي عم ينزعوه، فنحن معتبرين وكانه انه نحن دورنا بالحياه هو انه نحن نعطي اذا بنقول تصويب سلوك الولد هو الديسبلين، سو كل شيء نحن على مستوى التربيه بنعتقد نحن كاهل عندنا هيدي الرؤيه انه نحن شغلتنا نضبط سلوك الولد، هيدي هي اور ميشن ان لايف، هيدي هي واجبات الام والبي، هن انهم يربوا، كلمه يربوا يعني يروحوا يامنوا مصاري للولد ليقدر هو يامنوا له مستوى من المعيشه، وبقلب البيت هن شغلتهم يضبطوا هيدا الولد، يحطوا قواعد سلوك، شو المسموح وشو الممنوع، لحتى يقدروا اذا بدنا نقول تو تشانل سلوك هيدا الولد، نقدر نصوب سلوك هيدا الولد. سو اليوم رح نحكي شوي عن شو هي مواطن القوة اللي بتقدر تعملها التيتا اللي هي الأهل مش بس ما بيقدروا بيعملوها، أصلا منهم جاهزين من جوا أنهم يقدروا يعملوها. منهم جاهزين ليش؟ اكزاكتلي. هلا طبعا نحن عم نحكي عن الأهل إجمالا أعمار خلينا نقول as an average بالثلاثينات، أوكي؟ والتيتا طبعا هي بتكون مقطعة يمكن الستين. سو نحن عنا اثنين age ranges، عم نحكي عن عمر بالثلاثين وعم نحكي عن العمر بالستين. سو ماي انت بتقولي لي لما جهوزيتك على عمر الثلاثين من 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 نضجك وشو الاشياء ومعارفك ووعيك طبعا ما رح تكون تتقارن بحدا عمره ستين سنه، صح؟ بس بكون عندي جلد اكثر وطول بال اكثر يمكن. اها خلينا نحن نعتبر على عمر الثلاثين قديش أنت معدل ساعات العمل عندك. إذا أنت معدل ساعات العمل عندك على عمر الثلاثين قديش بتشتغلي أنت بنهار؟ ثلاثين؟ أنت بثلاثينات. أوكي قديش بتشتغلي بنهار؟ شي 12 ساعة خلينا 12 ساعة بنهار والدتك بالليل 12 ساعة بالنهار والليل ايه لأنه عندك مسرح ايه سو والدتك كم ساعة بتشتغل بالنهار؟ زيرو. اوكي سو اجمالا لا حرام تشتغل بالبيت خلينا نقول 3 ساعات اورايت سو عندها من الواجبات اللي بده يلهيها بمعدل 3 لأربع ساعات يوميا. أول موضوع هو الفيزيكال اتندنس، هيدا الولد اللي نحن بنعتقد إنه نحن عم نشتغل كرماله، التيتا تعرف شو أولوياته. نحن بعمر الثلاثين بيكون عنا هيدي النظرة إنه الولد ابننا بحاجة لمصاري، بحاجة لمستوى معين، بحاجة لمستوى اجتماعي معين، بحاجة لمستوى تعليمي معين. بنقوم نحن بنعمل غياب تام عنه لهيدا الولد، هيدا الغياب التام عنه لهيدا الولد لنحضر نأمن له المدخول المناسب. ومعتقدين انه هيدا هو اللي بحاجه لإله. التيتا تعرف اكثر انه حاجات الولد اللي حيعني له اكثر هو الوقت اللي انت عم بتقضيه معه اكثر، الوقت اللي عم تلعبي معه اكثر، نموه العاطفي لهيدا الولد حيكون افضل واسرع ومتوازن اكثر مع الوقت اللي عم ياخده من قضيه مع بعض. فنحن بنكون عم نشتغل معتقدين انه عم نعمل الافضل لابنه، بينما التيتا بتعرف اكثر انه الافضل لابنه وحاجاته الاولويه هي وجودنا نحن معه.
بس على عمر 30 قد ما حدا يجي يشرح لك هدول التفاصيل، يا اما ما قادره تنفذيهم، يا اما مش كثير مقتنعه فيهم، واذا مقتنعه الظروف بتمنعنا من انه طبعا كواجباتنا. خلينا نقول يعني مزبوط واجباتنا السيده وال exactly. يعني الام والبي اثنيناتهم مجبورين يعني مزبوط. ما عندهم شواء انه يكونوا مزبوط طرف انه يقعدوا بالبيت يعني أكيد. مع اولادهم. وحتى الامهات اللي هن على عمر ال 30 اللي هن اذا بدنا نقول ستات بيوت، اذا نحن بدنا نقارن المراه اللي عمرها 30 وهي ست بيت ما بتشتغل برا بالتيتا اللي عمرها 60، مين اللي هو بيقضي وقت؟ بعتبر انا اثنيناتهم ستات بيوت، مين بتقولي بقضي وقت اكثر مع الولد وبيلعب معه اكثر؟ الماما اكيد التيتا. اكيد التيتا. سو هي مش بس ساعات العمل اللي بتحجب الام انها هي تقضي ولد تقضي وقت مع ابنها. هي اكزاكتلي هي نضجنا وقديش نحن بريزنت. هيدي المره اللي عمرها 30 لو هي ما بتشتغل هي اولوياتها بعدها بمشوارها لإلها، بعدها عطاء لحالها، بعدها عم تكبر هي تكبر حالها، تشوف شو اولوياتها، بعدها بمشوارها بنضجها. بس التيتا اللي عمرها 60 لو اثنيناتهم عندهم ست ساعات الوقت اللي بيقضوها بالوقت، هي اوريدي بمشوارها قطعت، فهي عطاء لهذا الولد هو زاد. ثاني موضوع اللي نحن كثير بهمنا انه نحن نحكي فيه هو انه ضبط السلوك لهذا الولد معي. سو شو بتقولي انت عن ضبط السلوك؟ مين بتقولي عنده قدره اكثر بين الام والتيتا انه يعمل ضبط سلوك لهيدا الولد؟ نعم اماني رح نتابع بحديثنا أوكي. بس بتذكر المشاهدات والمشاهدين برقم التليفون 01491702 رح يمرق على الشاشه لحتى تقدروا تتواصلوا معنا وتطرحوا على اماني اي سؤال عن هيدا الموضوع. النقطه الثانيه اللي كنا عم نقولها هي ضبط السلوك. خبرينا شوي انت من خلال تجربتك، انا دائما عم بسالك عندك مشوار بالتربيه، سو مين بتقولي انت كيف بتوصفي والدتك بضبط السلوك وحضرتك؟ هلا اكيد عندها رغم انه هي التيتا اللي عاده بتهرق عندها كلمه اكثر مني يعني اكيد تضبط سلوك الاولاد اكثر مني وهالشيء كثير بيستفزني. اوكي انه هلا انا ما عندي هيدا الشيء منه غريب، هيدا الشيء منه غريب، بنلاحظ في فينومينن انه بنعمل نحن كثير مجهود لحتى الولد يقدر يسمع كلمه منا، بينما التيتا كرمال ما يزعلوها بتلاقيهم عم بيرادوها وما عم يعملوا اي شيء يزعلوها. خلينا نشوف ليش. تركيزنا كثير على ضبط السلوك، الولد بصير بيعمل ردة فعل على هيدا الشخص اللي هو عم بحدله من حريته واللي هو ما شايف فيه غير إطار لازم يمشي عليه. ها؟ بينما التيتا هي عم تشوف في شيء أبعد وأحلى. هي تيتا عندها الكومباشن، عندها هيدي الامباثي، الرحمة للولد. فلما الولد بيقوم يخرطش على الحيط الأم ممكن تحطه ديتنشن تايم او بتحطه ليتس سي ان نوتي كورنر، بتقول له انت خرطشت على الحيط لانك عملت هيك انا بدي اعمل معك هيك. بينما التيتا لما يخرطش على الحيط بتبتسم بتضحك بتشوف شيء ابعد نحن ما قادرين نشوفه، شو قولك عم بتشوف؟ حرية الولد اللي ما بدها exactly. تقبلها مزبوط. شخصيته اللي ما هي انضج لدرجة انها تقدر تشوف بهيدا الولد ابداعه، تنبسط من اي نوع عمله برات اطار المسموح، تنبسط انه هي اطلعت على الخرطشه قدرت تشوف بهيدي الخرطشه انه الولد مبسوط سعيد وشو عم بحس هو عم بخرطش. نحن عم نطلع على الخرطشه بالحيط بنشوف انه هو كسر لنا القانون اللي نحن حطيناه. سو بالتالي الصحه النفسيه للولد بين الماما والتيتا بيكون عم ينمى اكثر مع التيتا بطريقه انه يكون هو اكثر. بس مش برايك انه بس ايموشن اللي عم بيكون بالانسد اكثر مع التيتا؟ فيري جود كويستشن. خلينا نقول نحن من عمر صفر لعمر السبعه ماي التركيز الاكبر بحياه الولد هو ايموشنال بالانس. اوكي. ونحن ناجل هي اولويه عندنا اكزاكتلي. نحن ناجل
الكوجنيتيف كل شيء مهارات اذا بدنا نقول ايه وحتى السلوكيه. خلينا نفوت بالمواضيع السلوكيه، شو الصح وشو الغلط، ننسى الكوجنيتيف هلا لانه الكوجنيتيف فيه يفوت بين الصفر والسبعه بشكل جيد. خلينا نقول نحن انه نحن صفر لسبعه بنكون عم نجهز الارضيه لحتى ما بعد عمر السبع سنين لما نحن بدنا نبلش بالضوابط السلوكيه يكون هو اصلا اجهز انه يتنمى فيها هدول المهارات. خلينا نقول مثل الارض اللي انت عم تفلحيها وعم تحطي لها كل الفيرتلايزرز المطلوبه وعم تسقيها عم بتجهزيها لحتى لما تبلشي تزرعي بالتوقيت المناسب، لما نبلش نزرع شو القوانين السلوكيه اللي هي القوانين حياتيه بحت اللي هي بعيده عن 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 روحه اللي هي قوانين المجتمع حتى علينا، خلينا ناجلها لعمر يكون هو اجهز. واصلا اقل مقاومه من قبل الولد لما انت بتجهزي هيدي الارضيه انت بتتعذبي اقل وبتعملي مجهود اقل مع الولد انك تزرعي فيها هدول الضوابط السلوكيه. سو بالتالي غلطتنا هي بس موضوع التوقيت، انه نحن بابكر وقت ممكن مفكرين انه كل ما على بكير حطينا القوانين السلوكيه كل ما نحن اذا بدنا نقول نتيجه هيدي الثمره اخذناها بعدين، وهو اختيار التوقيت هي اللعبة الأساس بموضوع الولد. بس أمان كثير من الدراسات بتقول أنه الولد بحاجة لديسيبلين، بحاجة أنه نكون عم نحط له هيدا الضوابط. وفي أشياء يمكن نحن من المستوى من خلال تربيتنا أمور بنكون فرضناها. كثير حبيت السؤال، ثانك يو. عن جد أكيد أكيد. خليني أعطيك شو الفرق. It's self-discipline. لما الولد بيكون ايموشنلي عم يتربى صح بصير عنده قابليه للسلف ديسبلين، مش الديسبلين اللي عم يجي من الخارج. هيدا هو الفرق. This is why بنلاحظ let's say بمونتيسوري سيستم بالاديوكيشنال سيستمز الاولاد ما عندهم نظار، الهيئه الاداريه كثير قليله قد ما هن منهم بحاجه الاولاد لضوابط من برا، على عكس المدارس اللي هي بتلاقي فيها 2000 ولد لكل صفين ولكل حلقة عندهم عدد من النظار قد ما هن عندهم أفرت عم بيحطوه بإدارة سلوك الولد. لما يكون الولد ايموشنلي بالانسد يعرف انه لما عم يعمل هيدا الشيء مش غلط لأنه غلط، لما عم يعمل هيدا الشيء لأنه هو عم يزعج غيره. لما بتعطيه الرحمة للولد بصير هو يعطي الرحمة لغيره، بصير أقل قابلية انه يعمل غلط كرمال ما يزعج غيره، مش لانه ممنوع ومسموح لانه في قوانين وضوابط ما. So self-discipline is more given to a child within هيدا السيستم. رح ناخذ اتصال. Okay. صباح الخير. الو الو صباح الخير. صباح الخير، حضرتك على الهواء، تفضلي. نقطع الاتصال. ناخذ اتصال ثاني. اوكي، خلينا نتابع بالموضوع اماني، واكيد نتابع نتلقى اتصالاتكم على 01491702. مشاهدينا تطرحوا على اماني الاسئله اللي عبالكم تاخذوا توضيح عنا. اماني هيك انا يعني عم بحضر قبل ما نطلع على الهواء، ما كنت متوقع انه نوصل لهيدي ال ام هابي انه انت هيك ضوى فيك شيء جديد. فتشنا انا وياك هيدا البرين ستورمينج اللي صار مع المشاهدين. خلينا نحس انه عن جد هيدي كلنا بنفكر. هلا انا ما عم بحكي عن حالي، عم بحكي اجمالا على النسبه العاليه من الاميات والاباء يلي بفكروا انه قد ايه التيتا والجدو بينزعوا، هن ما بينزعوا ابدا. ايه قديش مهم الغنج، قديش مهم ما بدي اقول هرقه، بس انه عن جد قد ايه مهم تكوني عم تعطي حب. بس اكزاكتلي اتس لاف ثيرابي، ات از لاف ثيرابي. خليني بدي اقول لك عن موضوع انه اذا يعني عم نشوف نحن لما بيجوا من عند تيتا بنلاقيهم انه هن منزوعين،
منزعين بمعاييرنا بالجادجمنتس نحن باصدار احكامنا لنا. بس خلينا نحن نعرف كلمه منزوعين شو يعني. منزوعين منزوعين لانه نحن راسمين معايير وعندنا تشيك ليست وي ار ميجري عم نقيسهم لهدول الاولاد. لما نحن اصلا منبطل منزوعين ومنبطل عندنا هالتشيك ليست ومنبطل نحن نصدر احكام ونعرف شو حقيقه الوجود ونعرف انه هيدا الكونديشنينج بالعالم هيدا اذا بدنا نقول هيدا العالم المادي اللي هو المجتمع فرضه علينا. سو نحن المنزوعين لانه عم نجرب نربي اولادنا هيك. اتصال. صباح الخير. بونجور. بونجور. ممكن احكي مع بليز مع مدام اماني؟ تفضلي عم تسمعك. بدي اقول لها انه انا عندي بنت عمرها هلا 6 سنين. اوكي اوكي. في عندها بس صرخ انه ما بتسمع الكلمه، يعني لو ضلينا نعيط من هلا لبكره ما عندها. عندها شخصيه مش طبيعيه، قوه شخصيه كثير غريبه. نعم. بس بنفس الوقت كثير مهذبه، يعني كثير مرتبه، كثير انه بتقلي اوكي مامي، سوري مامي، انا ما عملت هيك. اوكي. يعني كثير كثير مهذبه. بس اذا بدي اياها على صوتي مثلا ماريا يلا على الحمام بتقول لا 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 بدي اطلع عند تيتا، يعني بتتحجج بستة. اوكي. يعني عند ستة ما بيطلع صوتها، بالبيت بده يطلع صوتها. اوكي. سو هي بتحس ان كل ما تطلبي منها شيء هي ريزيستنت، هي بتعمل مثل مقاومه. عندها كثير لا لإلك؟ مش كثير، نص نص. يعني اوقات بتقلي مثلا مامي انا اختك، انت اختي، انت صاحبتي. اوكي. هلا انت هدف اتصالك لتقولي لي انه هي كثير بتقول لا، هي كثير عنيده، هي شو بوصفك انت؟ عنيده. عنيده بنظرك انها هي كثير عنيده. ايه. اوكي. هيدا العناد بتشوفيه اكثر شيء مع مين؟ مع معك، مع زوجك، مع اكثر شيء؟ مع البيت كله. مع البيت كله. مع خيا. خيا عمره 20 سنه، يعني مع خيا معي. أوكي. اوكي. وبتحسي عند التيتا بتكون اقل عناد؟ اقل عناد. ايه. اوكي. اورايت. ثانك يو. اوكي. ميرسي. شكرا كثير لاتصالك. اول شيء ثانك يو على الاتصال. يعني اتس اكزاكتلي اللي نحن اتس وذين ذا ثيم اوف الحلقه. انا بعرف شو تحدياتكم اليوميه، يعني تحدياتنا. كأمي. وبعرف قديش كل ام بمجرد ما اتصلتي هلا لتسالي، يعني انت قديش هي هيدا الموضوع اخذ منك وقاعد عندك وثاقبت انه ما بعرف اذا عم تتابعينا ولا ثاقبت انك حضرتي الحلقه لانت عملتي هيدا الكول. بعرف التحديات اليوميه. اول شيء بدي اياك تفكري فيه هو العاطفه. بدنا نبلش نتطلع بانه نحن نقلل قوانين، نقلل ديسبلين ونعطي حاجة أساسية. هيدي لا اللي عم تنقال، هيدي اللي ما بدي، لأنها هي بدها شيء تاني. عم بتقلنا sometimes الولد بيقلنا أنا ما بدي أعمل هيدا الشيء لأنه أنا بدي شيء تاني، بس بلغتي ما عم بعرف أقوله، ما عم بعرف أعبر عنه بلغتي. سو خلينا نحن نعطيها سبورت، عاطفة، نشبعها عاطفة. بس هيدا الإشباع ما تاخده لما هي تعند، لانه بصير في مايند باترن براسها انه انا لما بعند بتقوم ماما بتجي بتعطيني هيدا الحب. نحن بدنا نكسر لها هيدا الباترن. ما بدنا تجوع من العاطفه تضطر تعمل هيدا السلوك تقوم تاخذ هي هيدا الحب، لانه بتصير هيدي باترن بحياتها، بتصير مايند باترن. بس اللي نحن بدنا نعمله بالاوقات العاديه اللي هي ما عم بتعند، نجرب بريفنتيفلي بشكل وقائي نشبعها عاطفه، نشبعها اهتمام، نشبعها عناية، نشبعها attention. البي لما بيقعد معها يقعد معها لحاله، يعطيها حاله لإله، مش التليفون حده والتيفي حده واتصالات الشغل على الوقت. لما بده يظهر معها يظهر معهم لوحدهم وتاخده هي لإله كله، هو لإله. فهيدا الإشباع قبل بوقت اللي نحن بنعمله مع الولد منلاقيها مع الوقت هي ما بقى عندها حاجة لتقول ما بدي، لأنه هيدا ما بدي هي يعني أنا هون، أنا موجودة، أنا عندي قصص بدي إياها. وأنتو كمصدر سلطة اللي عم تفرضوا فرض هالقوانين علي أنا بدي أكسرها، لأنه هيدا جزء من نمو شخصيتي. واللي بدي أنصحكم يا آخر شغلة أنه هالقوانين اللي بتحطوها بالبيت اللي نحن مفكرين فور جرانتد أنه هي بتعرفها، لا، ناقشها معها قبل بوقت وتكون هي بارت اوف اصدار القوانين، تعرف شو القوانين للبيت وتحط هي معكم الكونسيكونسز، يعني نحكي معها نعمل اتفاقيه،
نحن اذا عملتي هيك شو قولك لازم يكون العقاب او ما بدنا نسمي العقاب، شو الكونسيكونس لهيدا الفعل؟ هي تقوله بتكون هي اكثر مسؤوله عن تنفيذه، يطلعوا منا القوانين والكونسيكونسز. وحكينا رجعي تحت الهواء بعطيك اكثر، ما بدي اخذ من وقتك اكثر. في لانه اتصال كمان ناطر. صباح الخير. صباح الخير. بونجور. اهلا وسهلا، تفضلي. انا بحس كثير بهالموضوع المهم اللي عم بتحطوا على الاو تي في. شكرا لك. وانا سؤالي كثير مهم بالنسبه لهالايام اللي عم نعيشها، اللي الاهالي ما بقى لهم جلاده على تربيه اولادهم، ومثل ما تفضلت مدام اماني وعم بتقول انه بالنسبه للعمر وبالنسبه للتيتا والماما. مزبوط. انا هون ما شفت انه العمر هو اللي كثير له اهميه، بس شفت انه ما بقى لهم جلاده الماميات يربوا اولادهم شو ما كان عمر الماما. ما بعرف اذا وجهه نظري مضبوطه، بدي سؤالي المحدد هو يا ترى انه الاهالي عم بيفكروا انه بدنا نحطهم بالجاتوري كرمال ما ينهرقوا عند التيتا وجدو، هيدا شيء صحيح ولا لا؟ اوكي. وميرسي كثير، كلك ذوق. شكرا كثير لاتصالك. أكيد اللي هي كانت عم بتقوله، أول شيء ثانك يو على الاتصال، إنه بهيدا الظروف ما بقى هي حتى قصة مرتبطة بعمر، هي مسؤولة بسايكولوجي لمجتمع كامل. السؤال هو إنه نظرة الأهل، هل أنا بحط جاردري لحتى ما حطهم عند التيتا والجدو؟ في كذا معيار بدنا نفكر فيهم بهيدا التوقيت، ما في جواب واحد. أول شيء نسمع الولد عبر المراقبة وإحساسنا هو شو عم بيقول ولو ما عم بيقول. نراقب لما بيروح على الجاردوري شو عم بحس، ولما يروح عند التيتا وجده عم بحس. هيدا أول فاكتور الولد، يعني من عمر، إذا نحن عم نحكي جاردوري عم نحكي مثلا عمر لتسي من سنة لسنتين، the call is his، صوت مين بيقرر هو لو ما عم بيقولها بالكلام. شوفي بس لما بيروح على الجاردوري شو بيكون حاسس لما منطلعه ومنسلمه، ولما منروح عند التيتا هو شو بيكون حاسس. راقب المشهدين وخذ القرار بناء هو بيعرف أكتر شو بده، روحه بتعرف أكتر شو بده، وقلبه بيعرف أكتر شو بده. نسمع له هو شو بده ونقرر بناء عليه. تابعين مشاهدينا لأتصالاتكم على 0-1-4-7-702. كمان اتصال. صباح الخير. بونجور. بونجور، كيفكم؟ الحمد لله، يعطيكم العافية على البرنامج الحلو. ثانك يو. بدي عندي سؤال أنا كمان. تفضلي. ليكي أنا تيتا. أوكي. وعندي بنت ابني عمرها 4 سنين. أوكي. عندي أخت عمرها 2. هلا الكبيرة بحس كثير بيقسوا عليها شوي. أنا مدافعة عنها. بقى بس هي كثير بتستحي كثير. نعم. هن بتعملوا قهروا اهلها انه كثير بتستحي، مين ما اجى لعندهم، خاله، عمه، ستة الثانيه، بس ما بتستحي. هذا الخجل كيف بدنا نشيله منه؟ اوكي، البنت الكبيره بتخجل كثير؟ البنت الكبيره. الكبيره بتعمل مثل اختها. اوريت، بس يا ريت ترجعي تعملي لي سامينج اب، قد ايه عمرها البنت الكبيره؟ 4 و2 سنين. 4 سنين والصغيره عمرها 2. مضبوط. اوكي، هن قاسيين بنظرك على مين؟ بحسوا انه اذا تربت الكبيره عملوا القانون على الكبيره، صغيره بصير تخاف تعمل مثله. هيك انا بفكر مثل ما هن بيفكروا، بس انا كثير بعارض هالفكره. اوكي، سو الاهل بتحسيهم قاسيين على الكبيره، والكبيره بنظرك انها هي خجوله كثير؟ كثير. اوكي، اورايت، ثانك يو. ميرسي قلبي. اهلا. متابعين مشاهدينا لاتصالاتكم 0-1-4-7-702، ومتابعين كمان اكيد بموضوعنا لليوم أماني، يعني بموضوع الحضانات. كلنا بنعرف قديش مهم كمان لا توازن العاطفي للولد يكون عم بيختلط مع غير طبعا. أكيد. أطفال. أوريت، بجاوب أول شيء على هذا السؤال. بنظرك انه هن عم يقسوا على البنت الكبيره، وهي بنظر التيتا انه هي عم تشوف هذا الشيء معنه مزبوط. اول شيء ثانك يو على الاتصال اجان. نصيحتي اول شيء انك انت لما بيكونوا هن عم يعملوا اي قانون وعم يتوجهوا للولد، انت ما تدخليه از عنصر مساعد او عنصر منقذ. هيدا الانقاذ ما يكون بشكل مباشر. هيدي اول نقطه، اول نصيحه لإلي. ثاني نصيحه، هيدا الصوت اللي انت عم تجي بتقولي لنا اياه هلا، قولي لهم اياه لالهم.
قولي لهم انا عايزتكم فور ميتينج، فوتي على الغرفه وسكري الباب وقعدي انت وام وبيهم واشرحي لهم انه انا كثير متضايقه من قسوتكم، وانت عارفه انه هيدي القسوه هي من محبه عم تترجم بطريقه بنظرك قاسيه، ويا ريت تضوي قدامهم لامهم وبيهم انه هن بنظر انه لعبه التوقيت. الاهل بخافوا لما بتقول لهم ما تكونوا ما تمشوا النظام على الولد، بخافوا انه حتفلت الامور من بين ايديهم. إذا بتجربي تشرحي لهم أنه الأمور بتكون أكتر بين إيديهم لما هن بخففوا القسوة اللي حضرتك سميتيها، وهن بيعطوا أكتر احتضان وقبول وتقبل. لما الأهل بيعرفوا أنه هن إذا خففوا قسوة ما رح يخسروا النظام، بالعكس رح يكون الولد هو بيدعي انه ينظم حاله بتقنيات معينه فيهم يرجعوا بعدين يدقوا لي واعطيهم اياها. ساعتها هيدا الخوف عند الاهل لما بدنا نقشطهم هيدا النظام ما بقى هن بيعملوا ريزيستنس عليك. هيدا تاني نصيحه انك تشرحي لهم انه السلف ديسبلين هو اهم من الديسبلين اللي بيجي من برا. ثالث نقطه واللي هي الاهم من كل هيدول القصص، الحزم بعيد عن القسوه. في الاهل يكون حازم لانه هو بده يمثل حاله از مصدر سلطه، بس هيدا ما خصه بالقسوه. الحزم بيكون عبر قوانين بيتفق عليها مع الولد، بيوافق عليها الولد كاجريمنت وككونسيكونسز. انت خبرني انه اذا انت اكلت ليت سي مور ذان وان شوكليت شو لازم نحن نصير. هو الولد بيطلع شو الكونسيكونس على عمر الاربع سنين اذا بنحكي بلغته هو قادر يعملها، فبالتالي الولد بيكون اكثر قابليه لهذا الضبط. واعتقادهم انه تنظيم البنت اللي عمرها اربع سنين رح لحاله هو ينظم عمر السنتين، كل حدا عنده سايكولوجيكال ستراكشر، اكيد عبر الرؤيه رح يتعلم ولد العمر السنتين، بس هيدي منا قاعده يقدروا يلتزموا فيها، ويا ريت يحكوني وثانك يو على اتصالك. انا بحس ستات احيانا هن انجلز، هن ملائكه عن جد بيضووا بعين الاهل اشياء الاهل بعده ما جاهزين يشوفوها، بيشوفوها على عمر الستين بس بكون شوي تاخر الوقت. سو ثانك يو لكل تيتا عن جد. وبنقول اف كنا نتضحك وليك صح. وصلنا للي كانوا يقولوا exactly. اخر اتصال yeah. لليوم معنا. صباح الخير. بونجور. اهلا معك رولا من طرابلس. تفضلي رولا. البروجرام كثير حلو عن جد، دوتوه بالوقت المناسب. شكرا لك. تفضلي. بدي اسال بس انه انا عندي صبي عمره سبع سنين نعم وهلا بالابيدو، على طول عندي ريمارك عنده على الاجندة انه لا يلتزم بقوانين الصف، ما بحب القوانين اللي بيفرضوها عليهم. يعني بار اكزامبل مثلا بس بده يكون في شيء اكتيفيتي بار جروب بدهم يقعدوا حد المعلمة، بيقولي انا ما بدي اقعد حد المعلمة. طيب انا بقعد على الشاي ساعتي انا وبفهم عليها وبسمع عليها، على طول عندي ريمارك انه بيعمل عكس ما بدها اياه المعلمة. ليه ما بعرف. قد ايه عمره سبعة؟ جريد 2 سبع سنين. جريد 2 صح. حتى مثلا بالاجندة بيجي لعن يلا يا جادو بدنا ندرس، بيقولي هلا ما جاي على بالي. خلص وقت اللي هو بده يدرس، وقت هو ما بده يدرس. كثير عم بعاني من هيدا البروبليم معه، وخاصة نحن هلا مثل ما المدام قبل الاتصال حكيت انه عم نمر بضغوطات لدرجة انه عم بوصل معه خلص شو بدك، ما بدك تدرس ما تدرس. أوكي. ما بعرف كيف بدي حل هالبروبليم انا وياه، كيف بدنا. اوكي بعد سؤال، بتحسي بينا يعني هيدا الترم النق عنده اياه؟ على طول عنده نق. هو من هو صغير يعني بنسميه نحن بالبيت المشاغب. عرفتي كيف؟ يعني مثلا اذا اخته قاعده لوحدها بالاوضه عم تدرس، على طول عنده نوع من المشاغبه انه قومي العبي معي، قومي شاغب، قومي ما بنروح على ريستورون بيقعد مزبوط مثله مثل كل هالولاد، بس بدنا نلعب مثلا. على طول عنا عرفتي كيف هالبروبليم معه بسلوكياته. نعم شكرا كثير لاتصالك سريعا اماني لانه دهمنا الوقت. اوكي الدراسات بتقول الولد البناء لازم يكون هابير. بليز انا ما قادره اجاوبك بتفاصيل، بس فوكس اون هيز هابينس. لما يكون سعيد بخف النق. بدنا نفكر شو هو معنى السعادة لإله، مش من عيونك لإلك إذا جبتي له غرض ولا من عيونه إله، بدك ترجمي بلغته لإله شو معاييره للسعادة، وهي دايما راجعة للعاطفة، والنق هو ترجمة لـ unhappiness. So please let's focus on his happiness. So thank you. You can call me back على 7-1. شكرا كثير لحضورك معنا أمان الجدي، وأهلا وسهلا فيك دايما. أنا كثير بحب حلقاتنا هون معي. خليكم معنا.